بس انا يا سيدي مو من الجوره الغربيه. لك منين انت ولا؟ من ضيعت بستان القرود سيدي. شو هالحكي؟ هات هويتك لشوف. اخذها مني الاخ. ما هاي هويته سيدي. والله الزلمه عم يحكي مزبوط. يبدو في تشابه اسماء بينك وبين مجرم خطير عم ندور عليه. يعني انا ما لي علاقه سيدي؟ لا والله ما لك علاقه. يعني بريء سيدي. بريء. تفضل تاع شرب. شو تشرب، قهوه ولا شاي؟ شكرا يا سيدي ما بدي اشرب شيء. شوف يا اخ زكي، انت الحق عليك، كان لازم اول ما اجيت على فرعنا تحكي وتقول انك من ضيعت بستان القرود، كنا اطلقنا سراحك فورا وما نيمناك هالليله. سيدي ليش الشباب خلوني افتح تمي بحرف واحد؟ الله وكيلك ازدلق جلدي من كتر القتل والنار. اي بسيطة بسيطة، زرع بدقني هالمرة، هيك اخطاء بتصير عادة، يعني شغلة عادية. وكل اللي بتمناه منك انك ما تحكي ولا حرف لما بتطلع من هون، ولا تجيب سيرة لحدا باللي صار معه، يعني هالكم كف واللبطة والنعرة والرفسة يعني مو محرزين حكى فيهم قدام حدا. بعدين لا تنسى انه نحن عم نشتغل لمصلحة الوطن، وإذا الواحد أكل له كم كف في سبيل الوطن ما لازم ينزعج أبدا. خلاص سيدي، أنا مو مجعوز أبدا، بس لو تكرمت وخلوني أرجع لبيتي. بإمكانك تتفضل، وإيمت ما حبيت تيجي تزورنا أهلا وسهلا فيه، لأنه نحن يلي بيزورنا مرة بصير صديقنا. من هذا زكي ابن أبو عبدو فلفلي؟ قال واحد مهرب خطير وعم يدوروا عليه من سنتين، لقوا المصيبة إنه اسم أمه زهرة مثل اسم أمي. العمى على الحظ، يعني لو كان اسمك على اسم شي واحد مهم كان حدا استرجى يقرب عليك، بس يضرب المعتر وعيشته يضرب. شايفة رمزية على الوعى البشعة اللي وقعتها؟ تعرف كل الحق على أهلك، يعني كانوا يسموك شي اسم إله مستقبل، مو يسموك على اسم واحد مهرب. ليش شو عرفهم إنه رح يطلع مهرب اسمه مثل اسمي؟ لحظة أنا بفتح. أي يلا يلا. تعال هون. انت زكي بن عبد الفلفلي؟ ايه بس امك زهرة؟ ايه بس امبارح شحطوني. خلاص لك كم ولا؟ احنا فرع الاخزان السبعة، ما لنا علاقة بحدا تاني، شحطوه. كنت عارفهم امبارح، حسني. ما عندكم شحطوه؟ روح.